بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. إن من صور التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث هو التكذيب بسنته صلى الله عليه وسلم، والتشكيك فيها، والطعن في عدم حفظها والعناية بيها، وإشاعة الفوضى الفكرية بدعوى أنها لم تحفظ ولم تكتب. وطبعا ده كلام باطل غير محقق علميا ولا تاريخيا، ومحض افتراء وإغراق في الجهل. والحقيقة أن لدينا الكثير والكثير من المرويات اللي بتؤكد أمر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام بضرورة حفظ ما يقوله ويعلمه إياهم صلى الله عليه وسلم، وبضرورة تبليغ هذا العلم بكل وسيلة كانت. بل وجدنا من المرويات اللي فيها أمر حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة السنة كما سنرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة، قبيلة خزاعة، قتلوا رجلا من بني ليث. القبيلة دي قتلت واحد من بني ليث، زي يكون كان في إطار ما بينهم عام فتح مكة، بقتيل منهم قتلوه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب راحلته وخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها، يعني مكة المكرمة، ألا وإنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا إنها حلت لي ساعة من نهار وإن ساعتي هذه حرام. النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يقول ابتدى الحديث أو ابتدت هذه المروية بالتأكيد على إنه القتل، أو إنه حبس القتل على أساس أنها بلد حرام لا يجوز فيها القتل ولا الاقتتال، وفي نفس الوقت
وحبس عنها الفيل بأنه لم يستطع في قصة طبعا أبرهة أنه يدخل الكعبة أو أنه يهدها أو أنه يهدمها، وأنه هذا البلد بلد حرام له قانونه طول العام، وأنه لم يحل القتال فيها إلا لحضرة النبي ساعة معينة وخلاص، وبعد كده بدأ النبي يكمل بقية الأحكام الخاصة بالبلد الحرام، أنه لا يختلى شوكها ولا يعني يعضد شجرها ولا يلتقط، يعني ما تقطعش أي زرع ولا أي شيء يقابلك في الحرم، ودي من الأحكام الخاصة بالحرم طوال العام. وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام بينبهنا أنه ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، اللي يمشي في الحرم ويلاقي حاجة يسيبها مكانها، ما ياخدهاش إلا اللي عايز يرجعها لصاحبها أو أنه يساعد على أنه صاحبها يجدها. لذلك النبي قال إلا لمنشد، إلا لمن أراد أن يرشد صاحبها إليها أو أنه يديها لمكتب الأمانات فالناس تبتدي اللي بيضاع منها حاجة تدور عليها. فدي برضو من الأحكام الخاصة بالحرم. فمن قتل فهو بخير النظرين، أو فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم عن مسألة القتل، إما أن يكون فيها القتل العمد، إما الدية أو القصاص. إذن الحديث كله عبارة عن توجيهات للنبي عليه الصلاة والسلام وأحكام واضحة حازمة جدا بينة في هذه المروية. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف وهو واقف وهو خطب وهو على ناقته، جاء رجل من أهل اليمن وسمع اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فطلب من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له اكتب لي يا رسول الله، طبعا يعني أنه يؤمر الكتبة اللي موجودين يكتبوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي فلان، وفي رواية أخرى ذكرت اسم الراجل ده اللي كان من أهل اليمن، فقال اكتبوا لأبي شاه، الراجل ده اسمه أبو شاه، اكتبوا له إيه، هنعرف ده دلوقتي. لكن الشاهد هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة ما أراده هذا الرجل الذي كان من اليمن واستمع إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في هذه الموقعة وهذه الحادثة. تكملة الرواية إن قال رجل من قريش، إلا قيل إنه ده العباس رضي الله عنه، إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر ده هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم ممنوع ان احنا نقطع شجر من مكانه، نخلع اوراق من مكانها، نأذي، مفروض الحرم ده امن مطمئن كل حاجه فيه. فهو بيقول له الا الاذخر يا رسول الله فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام، فقال النبي عليه الصلاه والسلام الا الاذخر، استثناه. الاذخر ده نبات عشبي، الورق بتاعه عريض، ليه رائحه ليمونيه عطره، والأزهار بتاعة النبتة دي بيستعملوا منقوحة كده زي الشاي، وهو نبات نافع جدا، العرب بتستعمله تحرقه بدل الحطب، يعني بيستعملوه في الحرق، بيستعملوه في إشعال النار، ويجعلونه في أسقف البيوت وكذا لأسقف قبورهم. فالعباس أراد أن يستثني الإذخر لكثرة استعمال أهل مكة لهذا النبات في الاستعمالات السابق ذكرها، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن قطعه في الحرم. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له، يعني هو إيه اللي كان عايز الراجل بتاع اليمن طلب من النبي عليه الصلاة والسلام إني يكتب له شيء، إيه اللي كان عايز يكتب له؟ فقال له كتب له الخطبة، الخطبة اللي النبي عليه الصلاة والسلام اللي قالها دي، اللي كلها أحكام خاصة بالحرم وخاصة بلقطة الحرم وخاصة بمسألة القتل وخاصة بمسألة الديات وخاصة بمسألة القصاص، يعني هذه المروية ملآنة بالأحكام المهمة. هذا الرجل الذي كان من اليمن لما استمع إلى خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبدو أنه كان حفظه مش قوي، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكتب له
يؤمر بكتابة هذه الخطبة عشان يرجع بيها تاني لأهل اليمن. شوفوا حركة العلم والتعلم ماشية ازاي في العهد النبوي الشريف، عشان ما يدعيش جاهل ويقول انه ما كانش فيه حفظ، سواء الحفظ ده في الصدور او في السطور، لا، كان هناك كل انواع الحفظ. المروية دي اللي احنا استمعنا اليها اخرجها الامام البخاري في صحيحه في كتاب العلم اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح، باب كتابة العلم. وطبعا الجامع الصحيح كله قايم على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، عامل كتاب كامل في الجامع الصحيح مسميه كتاب العلم، باب في باب كده من ضمن الأبواب الكتيرة اللي تحت عنوان كتاب العلم، باب كتابة العلم. يبقى ده كان معروف في العهد النبوي الكتابة، أيوة كانت معروفة، وإن كانت حركة الكتابة قليلة إلا أنها كانت موجودة. الحديث ده برضو أخرجه أيضا في كتاب الإمام البخاري، أخرجه في كتاب اللقطة، لأن الحديث فيه موضوعات كتيرة، والإمام البخاري بيبوب وبيصنف وبيضع عناوين للأحاديث بحسب المضامين اللي في كل حديث. فيبقى الحديث عنده استعمله في كتاب العلم، واستعمله برضو في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وأخرجه برضو الإمام البخاري في كتاب الديات، لأنه فيه مسألة فقهية في خاصة بمسألة الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني هيعمل حاجة من الاثنين اللي النبي عليه الصلاة والسلام خير ما بينهم، الدية أو القصاص في القتل العمد. طبعا الحديث ده جه في البخاري، وده غير ما جه في صحيح الإمام مسلم اللي برضو أخرجه في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها. وغير البخاري وغير مسلم في أئمة كثيرة من أهل الحديث قاموا برواية هذه المروية اللي احنا ذكرناها، واللي أثبت فيها الأمر بكتابة السنة، كهذا الرجل الذي كان من أهل اليمن وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بكتابة هذه الخطبة التي استمع إليها والتي فيها من الأحكام ما فيها. الشاهد مما سبق إن الكتابة كانت موجودة كوسيلة من وسائل الحفظ في العهد النبوي الشريف، وإن كانت الكتابة محدودة لقلة الكتبة لكنها كانت موجودة. لكن النجي النهاردة أنفي الكتابة نفيا مطلقا، ده إجحاف وتزييف وطعن مقصود به القرآن الكريم، مش السنة بس، مقصود به القرآن قبل السنة، لأنه اللي كتبه الرجال الذين قاموا بكتابة القرآن هم الذين قاموا بكتابة السنة، وكل بقى على حسب استعداده وتلقيه من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد الطعن في سنة رسول الله والطعن في القرآن الكريم. لابد أن نعلم أن عملية التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كانت عملية حية نابضة نشيطة منذ أن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وحرص الصحابة الشديد على تلقي العلم من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، أمر واضح. وإنت لما تيجي كده تقرأ في سير الصحابة الكرام وتشوف الحرص والإخلاص والتجرد والتثبت في الحديث، هتيجي كده تقول لنفسك إنه لن يتلقى العلم بهذا الحرص اللي كان عليه الأمر عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لن يتلقى هذا العلم مضيع له أبدا، ده شيء لا يحتمله منطق العقل. هذا الحرص الشديد الذي بلغ حد أنهم كانوا يراقبونه في كل شيء، مركزين معاه في كل شيء، الحرص ده وشدة يعني إن هم يحتزوا بحزو رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، يصعب مع حالة الحرص الشديدة دي إن يكون هناك إهمال لما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولننظر إلى ما أخبر به سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، وإحنا ذكرنا بهذا الحديث ونذكر، ففي التكرار زيادة فهم للأبرار. سيدنا ابن عمر بيقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
يعني قاعدين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا أنه في كل مجلس النبي بيقعد بيقول هذا الذكر لا يقل عن 100 مرة. اللي قاعدين يعدوا وصلوا إنها 100 مرة في كل مجلس، ده إيه؟ مش واحد واتنين وتلاتة، ده المئات والألوف اللي كانوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، واللي عددهم بقى يزيد مع يعني دخول الناس إلى دين الله تعالى. أيعقل مع هذا الحرص وتلك الدقة وهذا الشغف بطلب هذا العلم النبوي الشريف إنه يضيع العلم النبوي الشريف بمنتهى البساطة والسهولة نقول هذا الكلام؟ يعني لابد كمان إن احنا يبقى عندنا وعي وإحنا بنقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإدراك لهذا الرعيل المشرف من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكيد النخبة مختارة اختارها المولى سبحانه وتعالى لحضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ليكونوا رفقة له، وكذلك حمل ونقل لهذا العلم العظيم، للوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولابد أنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في مجالسه بيبقى عنده بيعيد وبيفهم الصحابة، وفي تكرار للمضامين في صور عدة وبأساليب متنوعة يستحيل معها النسيان أو عدم الحفظ سواء كان في الصدور أو في السطور، وبيتأكد بأساليب النبي عليه الصلاة والسلام الغاية في العظمة، بيتأكد بها العلم النبوي الشريف في عقولهم حتى تشربته نفوسهم الطاهرة بيسر وسلاسة، وقاموا بنقله تقي عن تقي إلى أن وصل إلينا. مثلا لو جينا نشوف، يعني أنا مثلا كنت بتعجب جدا لما أمر بهذا الحديث اللي أنا سأذكر حضراتكم به، إنه كيف يمكن لقائل إن يقول لا 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 ما كانوش بيحفظوا، العلم ده ما كانش موجود وما فيش سنة أصلا، والصحابة ما اهتموش بالسنة كما اهتموا بالقرآن. كيف ذلك؟ كيف لا يحفظ؟ كيف لا يحفظ علم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو وحي ما ينطق عن الهوى؟ الله قال ذلك. لنتأدب في الحديث عن حضرته ونتأدب في الحديث عن صحابته، دول حمل لهذا الوحي، لأنوار الوحي، مش لأمة العرب، للعالمين. كيف لا يحفظ صحابي جليل كسيدنا معاذ بن جبل هذا العلم النبوي من الحديث النبوي الشريف اللي هو وحي، وأسلوب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في تعليم الصحابة ليس له نظير. وإحنا هنضرب مثل وفي أمثلة رائعة، ده إحنا نقدر نطلع من السنة النبوية المشرفة منهج تربوي للمتخصصين في مجال التربية والتعليم. كيف لا يتمكن صحابي جليل من حفظ ما يقوله له النبي الكريم، سواء بيقول له ده على جهة الإفراد بينه وبين الصحابي حديث خاص، أو النبي بيعلم الصحابة في مجلس عام يحضره الألوف والمئات من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأسلوبه غاية في الوضوح وغاية في التودد والتقرب، وفيه من أساليب التعليم ما فيه مما يحفر هذا الكلام في قلوبهم بحروف من نور. شوف النبي أرشده صلى الله عليه وسلم، المعصوم صلى الله عليه وسلم، إلى معنى رائق، ونفتح مسامع قلوبنا لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا سيدنا معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، شوف الطريقة التربوية المحمدية في التعليم والتوجيه، ياخد بإيدين سيدنا معاذ ويقول له يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال صلى الله عليه وسلم، هو النبي بيقول له كده، يعلن له عن محبته له وبعدين يعلمه، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده أسلوب من آلاف الأساليب الطيبة من النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الصحابة الكرام، اللي يعلمه على جهة الإفراد،
اللي يجي يسأله في مسألة خاصة فالنبي يدير حوار معه ويعلمه معنى. ودول ما وراهمش غير التلقي لهذه الأنوار، وهم متعودين على الحفظ، سواء العموم منهم وهو حفظ الصدور أو القلة التي تكتب في السطور والصدور. فاللهم صل على معلم الناس الخير في كل وقت وحين، ورضي الله عن صحابته الكرام وجزاهم عنا خيرا عظيما. لابد أن نعلم أن العلم كما يحتاج إلى الفهم والحفظ والجد والاجتهاد، بيحتاج برضه إلى الموضوعية والاستقامة العلمية والتجرد لله رب العالمين والإخلاص والإنصاف، عشان نثق في علم من يعطينا علمه. عندها لما الإنسان يصل إلى هذه الصفات الخطيرة اللي لابد أن تكون في الطالب أو الباحث العلمي، عندها سيكون العلم أو ذلك العلم الذي يبثه للناس علما نافعا، يخلق ساعتها الوعي وينفع الإنسان وتفيد منه الأوطان، فيمكث هذا العلم في الأرض، وإلا فإنه سيكون هباء لا قيمة له. وصدق الحق سبحانه وتعالى حيث قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم.